المواطنين والمواطنات للالتزام التام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه وعدم التهاون والاستهتار. جزاكم بخير. الاخ اشرف اشرف لبسك ما بدك الله يهديك اشرف. البافيت ديالك اشرف البافيت لبسنا الكمامات ديالكم الشرفه في البافيت اشرف. ندعو كافة المواطنين والمواطنات للالتزام التام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه لان الظرفيه الراهنه تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العموميه وفي جميع التدابير الاحترازيه المعتمده من طرف السلطات الصحيه من التباعد الجسدي وقواعد النظافه العامه والزاميه وضع الكمامه الواقيه حفاظا على سلامتكم وسلامه ابنائكم وكذلك حفاظا على مكتسبات الهامه التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة. الله يجزيكم بخير ما تضربوناش كلشي في الخاوي. الله يجزيكم بخير. راه الفيروس مازال راه مازال كاين الفيروس مازال كتعيشوا معنا كيتعايشوا معنا وكتعيشوا معنا. راه إلا غتحترموا الإجراءات غيحترموها. الله يجزيكم بخير. إلا غتلبس الكمامة ديالك أولي تعلبس الكمامة ديالك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.